سيدي علمونا بالتلقيح وفرحانين به وجينا بكل فرح الحمد لله ونطلبوا الله الشفاء لنا وجميع المسلمين والفضل تجعل الله جلالة الملك ونطلبوا الشفاء للجميع إن شاء الله. وهاد الناس اللي واقفين وتيضربوا تمارا الله يعاونهم والله يجازيهم بخير وربي يخلصهم إن شاء الله بالحسنات. ما حسيت حتى بحاجة، بخير الحمد لله، ما كاين حتى مشكل، ساهل ماهل الحمد لله. ونطلبوا الله بالنجاح والشفاء وما عندهم مناش يخافوا، ما كاين حتى حاجة، لا بس. المرحلة الأولى الناس اللي عندنا لي بينيفيسيا هما اللي عندهم فوق 75 سنة، هما المستهدفين من هذه المرحلة الأولى. دونك فاش كيجي عندنا الشخص اللي هو مستهدف بالتلقيح، دونك كنسولوه على لي زونتيسيدون ديالو، زعما شنو الأمراض اللي ديجا كيعاني منها، باش كنإليمينيو لي كونتر انديكاسيون، يعني شي يعني المشكل أنه ما يقدر ما يتلقحش عليه ولا شي حاجة. دونك كناخذوا المعلومات ديالو وكيجي عندنا كيدوز المرحلة الأولى هي لونغوجيسترومون ولا كونسلتاسيون ميديكال باش كنحيدوا أي كونتر انديكاسيون، ومن بعد كيدوز لعنا هنا القاعات ديال التلقيح. الحمد لله ما كان لحد الساعه ما كان حتى شي حاجه، الحمد لله الامور دازت بسلام الحمد لله، ما كاين حتى شي حاجه. بغيت نقول للناس اللي كيخافوا من اللقاح ان ما عندهم حتى شي حاجه اللي يخافوا منها، بالعكس خصهم حنا كنشجعوهم لان حنا المستهدفين الاولين به، وما خصهم يستافدوا منه باش نحاربوا هذا الوباء ان شاء الله. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.